ما يزال غول الاستيطان الإسرائيلي ينهش الأرض الفلسطينية شيئا فشيئا، فأنياب هذا الغول امتدت لتطال كل مكان في الضفة الغربية، مرسخة واقعا استيطانيا يصعب معه قيام دولة فلسطينية قادرة على الحياة والبقاء. فوفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن المستوطنين باتوا يستولون على مئات الدنومات في المنطقة المصنفة بي حسب اتفاقيات أوسلو، مما يشكل خرقا واضحا للاتفاقيات الموقعة. خطورة في الموضوع أنهم أصبحوا يتجرعوا بالحديث عن مخططات استيطانية في هذه المناطق، وهذا يؤكد على أن الهدف هو الاستيلاء على الأرض الفلسطينية بالكامل. هم بدأوا بالقدس وأصبحوا يتحدثوا عن مناطق سي بالضفة الغربية، وانتقلوا لموضوع الأغوار، والآن يعني يعملوا على الاستيلاء على الأراضي في مناطق بي. سياسة الاحتلال الإسرائيلي هذه ليست جديدة، فهي تأتي ضمن مخطط احتلالي للسيطرة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، خصوصا في ظل الحماية اللامتناهية التي يقدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي للجماعات الصهيونية في مناطق بي، التي تنص الاتفاقيات على أن مسؤولية التخطيط والبناء فيها هي مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية. الأراضي التي تصادر في مناطق باء هي تماما كما كالأراضي التي تصادر في منطقة جيم، ولا يجب أن نقع يعني نحن أيضا ضحايا أو نتورط في عملية التفسيرات هذه التي يحاول جرنا إليها الإسرائيليين. هذه كلها تقسيمات مؤقتة كانت يجب أن تنتهي بالـ 99 بدولة فلسطينية مستقلة، هذا لم يحدث، إذن كل هذه التقسيمات باطلة. لقد أصبح الاستيطان كابوسا يقض مضاجع الفلسطينيين، وهم يشاهدون المستوطنات الإسرائيلية تتكاثر وفق الانقسام الأميبي، خلية حية وبسيطة تتكاثر بالانقسام الهندسي الشبيه بالاستفحال السرطاني الذي يبني بيتا يهوديا على أنقاض بيوت وأراض لطالما شهدت حجارتها على أنها فلسطينية. حمزة السلايمي لتلفزيون القدس. القدس.com